بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم أمين. لا زال الحديث موصولا بنا حول العفو والصفح. الله قال لنبيه في القرآن: فاصفح الصفح الجميل. ومولانا جل وعلا أمرنا بالعفو والصفح عمن أساء، وأدل دليل على ذلك ما ذكرناه من نماذج من حياة سيدنا رسول الله. عفا عمن كان يلقي أمام بيته القاذورات، عفا عن أهل مكة في يوم الفتح العظيم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفا كذلك عن أهل الطائف لما أمروا الصبيان أن يقذفوه بالحجارة وكان بقرن الثعالب، فرأى سحابة أظلته هذه السحابة، وكلمه سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال، قال له: مرني بما شئت فيهم يا رسول الله. ثم خيره ملك الجبال وقال: وإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين في مكة. فسيدنا النبي رد على ملك الجبال وقال له: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وقد كان وتحققت نبوءة النبي، وجعل الله من نسل الكفار مسلمين يدافعون عن الإسلام. الوليد بن المغيرة جعل الله من نسله سيدنا خالد بن الوليد. أمية بن خلف جعل الله من نسله سيدنا صفوان بن أمية. العاص بن وائل جعل الله من نسله سيدنا عمرو بن العاص. أبو جهل جعل الله من نسله سيدنا عكرمة، حتى إن سيدنا النبي كان أباح دم عكرمة، وجاء عكرمة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أخبرت أنك أمنتني، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سيدنا عكرمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا. وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عكرمة ابن أبي جهل. نماذج أخرى كثيرة من عفو الحبيب الشفيع صلوات ربي وسلامه عليه. عفى عن وحشي قاتل سيدنا حمزة. وحشي كان من المشركين، والسيدة هند بنت عتبة أعطت له المال وقالت له: لأخلين سبيلك وتبقى حر إن أنت قتلت حمزة. فجاء وحشي وقتل سيدنا الحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي: لأقتلن منهم 70 بقتلهم إياك. فنزل القرآن: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. وبعدين أسلم سيدنا وحشي بعد ذلك، وعفى النبي عنه صلى الله عليه وسلم. ده إن دل يدل على إيه؟ على إن النبي كان يعفو عمن ظلمه، وكان يعفو عن المسيء، فتخلقوا به صلى الله عليه وسلم. فاصل وهرجع لحضراتكم تاني. صلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. نتعلم من عفو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بالعفو فيما بيننا. كعب بن زهير ده كان شاعر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يكتب الشعر في سيدنا رسول الله كان النبي أهدر دم سيدنا كعب،
فكعب بن زهير يعمل إيه؟ كتب قصيدة وهداه الله للإسلام، بيقول فيها: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. فلما جاء إلى سيدنا رسول الله وأسلم بين يديه، عفى النبي عنه وأهداه بردته. أهدى لسيدنا كعب بن زهير البردة النبوية، العباءة النبوية بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعلم الصحابة العفو والصفح في كل شيء. يوم سيدنا أبو بكر قاعد مع النبي، فرجل شتم سيدنا أبو بكر، فسكت سيدنا أبو بكر أول مرة والنبي يبتسم، فشتم الرجل سيدنا أبو بكر مرة تانية فسيدنا النبي يبتسم. المرة الثالثة سيدنا أبو بكر رد عليه، فقام النبي من المجلس، فبيسأله سيدنا أبو بكر: أنت بتقوم ليه يا رسول الله؟ ده أنت ابتسمت لما شتمني في أول مرة وأنا سكت. قال: وكل الله ملكا يرد عنك يا أبا بكر، فلما شتمته انصرف الملك. ده إن دل يدل على أن سيدنا النبي كان بيغرس في نفوس الصحابة وفي قلوبهم أن يطبقوا أقوال النبي، يبقى قوال وفعال، إن الواحد يطبق ما يقول، يفعل ما يقول. ودي مهمة جدا في حياتنا، إن احنا مش بالكلام بس نقول بنحب النبي، ده حب النبي يقتدي منا الاتباع، يقتدي منا الاقتداء، يقتدي مننا إن احنا نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ندل على الله بحالنا وفعالنا قبل أقوالنا. ده اللي مطلوب مننا كمتبعين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت آية في القرآن الكريم في سيدنا أبو بكر لما حصلت حادثة الإفك، وخاض مصطح بن أثاثة في عرض السيدة عائشة، وكان مصطح بالمناسبة خادم عند سيدنا أبو بكر، وكانت أمه عند سيدنا أبو بكر في البيت، هو وأمه كانوا في بيت سيدنا أبو بكر، وكان سيدنا أبو بكر يعطيه وكان يغدق عليه في العطاء. فلما تكلم منع سيدنا أبو بكر العطاء عن سيدنا مصطح بن أثاثة، ومصطح أقيم عليه الحد في قذف السيدة عائشة، فنزل القرآن: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فأعاد سيدنا الصديق في عطائه الذي كان يعطيه لمصطح بن أثاثة، لأن الصحابة كانوا وقافين مع كتاب الله جل وعلا. موقف أخير هختم به موضوع العفو ونماذج العفو، ولسيدنا عمر بن الخطاب لما قام رجل ذات يوم وعنف سيدنا عمر، قال لسيدنا عمر كلام صعب شديد اللهجة، قال: يا ابن الخطاب، أنت لا تعطي بالجزل ولا تحكم بالعدل. يا خبر أبيض، بيقول لسيدنا عمر: أنت لا تعطينا بالتساوي ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقام واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فسكت سيدنا عمر وكان وقافا مع كتاب الله جل وعلا. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن. من عفى عن الناس عفى عنه رب الناس، ومن عامل الناس بمكارم الأخلاق أكرمه الواحد الخلاق. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يلطف بنا وأن يرأف بنا، اللهم آمين يا رب العالمين. فاصل وهرجع لحضراتكم تاني. صلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله، وجئنا إلى فقرة الفتاوى. أسأل الله جل وعلا ألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. ورد إلينا سؤال من مشاهد كريم يقول فيه: ما حكم إنشاء مكاتب لفحص راغب الزواج وجعل هذا الإجراء إجبارياً ووضع تشريع
يمنع عقد أي زواج إلا إذا تقدم راغب الزواج بما يفيد حصوله على شهادة تثبت ذلك. أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد، لا مانع شرعا من صدور قانون في تشريع يمنع عقد الزواج إلا إذا تقدم راغب الزواج بما يفيد أنه حصل على موافقة أو على أنه خال من هذه العيوب أو أنه يستطيع أن يتزوج، لأن عندنا في الإسلام عيوب ترد بها المرأة وعيوب يرد بها الرجل. من هذه العيوب الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن، هذه الأمور معروفة في الشريعة الإسلامية. إذا كان الزوج أو الزوجة بهما عيب من هذه العيوب حتى بعد العقد يفسخ بينهما ويفسخ القاضي بينهما هذا العقد، والأفضل إن الأمور تبقى يعني بين فيها شفافية ووضوح من البداية. اللي مريض يقول أنا مريض، وده اللي أمرنا به الإسلام وأمرنا به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع شرعا من إجراء فحص طبي قبل الزواج للتأكد من يعني سلامة الزوجين من هذه العيوب، والله تعالى أعلى وأعلم. ورد إلينا سؤال آخر من مشاهد كريم يقول فيه: هل تدرك صلاة الجماعة بركعة كاملة أم بأي جزء من الصلاة، وما أقل ما يدرك من صلاة الجمعة؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد، تدرك صلاة الجماعة بركعة مع الإمام، هذا عند بعض المذاهب. وفي بعض المذاهب أن من أدرك التسليمة الأولى مع الإمام فقد أدرك الجماعة. ليه الأولى؟ لأن الأولى فرض والتسليم الثانية سنة. من أدرك الإمام ويقول السلام عليكم ورحمة الله يسلم عن يمينه فقد أدرك الجماعة، ده بالنسبة لصلاة الجماعة. أما بالنسبة لصلاة الجمعة، من أدرك ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة ويأتي بركعة ثانية ويسلم. طيب لو لم يدرك الركوع في الركعة الثانية، يعني جاء بعد رفع الإمام من الركوع في صلاة الجمعة في الركعة الثانية، فإنه لم يدرك الجماعة، وبعد تسليم الإمام يصليها ظهرا أربع ركعات، والله تعالى أعلى وأعلم. ورد إلينا سؤال آخر من مشاهد كريم يقول فيه: أعمل في تنسيق الحدائق وأقوم بتهذيب أشجار الزينة على أشكال تحاكي بعض الحيوانات كالدببة أو الفيلة أو بعض الطيور أو بعض الشخصيات الكرتونية التي تظهر ملامح الوجه الإنساني، فهل هذا جائز؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد، لا مانع أبدا من أنك تقوم بتزيين بعض الأشجار على شكل الدببة أو الفيلة أو على شكل الشخصيات الكرتونية التي يحبها الأطفال، لأن هذا ليس من التصوير المنهي عنه. أنت ما بتعملش تمثال وما بتعملش حاجة تلفت الأنظار وتخلي الناس تقول ده مخلوق وده يعني نقصه أن الروح تكون فيه. طالما أنك لا تفعل هذا فلا إثم عليك إن شاء الله، وهذا النوع من التصوير ليس منهيا عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. ورد إلينا سؤال آخر من مشاهد كريم يقول فيه: هل يجوز أن أسمح لشخص أن يدخن في سيارتي أو منزلي؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد، كنت أتمنى أن تسألني عن التدخين، والتدخين فيه مضرة بالصحة وفيه مهلك بالصحة، ومكتوب على علبة السجاير التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة، فإن كان يدمر الصحة ويسبب الوفاة فابتعد عنه، وأوصي صديقك الذي يشرب الدخان في بيتك أو في سيارتك أن يبتعد عنه، عملا بقول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب نصحت ولم ينتصح
وشرب في سيارتي أو في بيتي هل أأثم؟ لا تأثم من هذا، وأسأل الله الهداية له، والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يقولون فيفعلون، ويستمعون فيتعظون ويعتبرون. اللهم أمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.